ما هي آخر الاستعدادات لمعركة الرقة في ضوء المعلومات الأخيرة؟ نعم طبعا هي معركة تضييق الخناق الآن على المدينة، محاولة التقدم أكثر فأكثر باتجاه أطراف المدينة الشرقية والشمالية والغربية بعد السيطرة على المنصورة وهنيدة وسد البعث. لم يتبقى أمام قوات سوريا الديمقراطية إلا التقدم للسيطرة على المزيد من المناطق باتجاه الشرق وتحديدا الوصول إلى الأطراف الغربية لمدينة الرقة. أيضا قوات النخبة وقوات سوريا الديمقراطية يخوضون اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في القسم الشرقي أو المدخل الشرقي للمدينة، وتحديدا على بعد كيلومترين اثنين بعد أن وصلت سابقا قوات النخبة إلى مسافة إلى مئات الأمتار عن حي المشلب. الآن قرية رقة سمرة تشهد الاشتباكات الأعنف بين الجانبين. تنظيم الدولة الإسلامية يريد أن يبعد هذه القوات عن أطراف المدينة ومداخل المدينة، يريد أن يبقيها في الضواحي، ولكن أعتقد بأن الأمر انتهى بالنسبة لهذا التكتيك لتنظيم الدولة الإسلامية أمامه. الفرقة 17 هي كحصن لمدينة الرقة، قد يسقط فيها خسائر بشرية من قوات سوريا الديمقراطية كون أن التنظيم قام بتلغيمها وتحصينها بشكل كبير جدا. بعد ذلك تكون قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي وصلت إلى مدارف المدينة. طيب سيد رامي ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه البلدات التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها قوات النخبة والقوات قوات حماية الشعب الكردية، وأين تتمركز هذه القوات بالنسبة لبدء هذه المعركة؟ لا قلت لك أن في كيلومترين شرقا، شمالا 3 كيلومترات، غربا 7 كيلومترات إلى 10 كيلومترات، تختلف المسافة ما بين الضفة الشمالية والجنوبية لنهر الفرات. قلنا أن قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها تحتاج للتقدم أكثر غربا لتبدأ المعركة الفاصلة والمعركة الكبرى في مدينة الرقة بهجوم متزامن من عدة جبهات على المدينة. لا أعتقد بأن قوات سوريا الديمقراطية في الوقت الراهن هي قادرة على حصار المدينة من الناحية الجنوبية إلا إذا كان هناك مخطط من قبل التحالف الدولي للسيطرة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات وإطلاق الحصار بشكل كامل على تنظيم الدولة الإسلامية. شكرا لك رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري من لندن.